دكتور محمود يزبك، سألناك إذا تم استثمار أحداث أكتوبر، ونسألك الآن هل تعلمت القيادتين العربية والإسرائيلية الرسمية أي دروس وعبر من هذه المواجهات؟ لا، القيادة اليهودية، القيادة الإسرائيلية بشكل عام يعني لم حتى تفكر أن تفهم ما جرى في أكتوبر ولماذا جرى وكيف جرى وأن المسؤولية تقع على مين. لا بالمرة لم الجماهير العربية، أنا باعتقادي يعني ليس لأني أنا مع الجماهير العربية، ولكن حقيقة تحليل موضوع للواقع العربي في الواقع المواطني في هذه الدولة، أنه الجماهير العربية فاهمي، وحينما خرجت للتظاهر ما معنى يعني يعني كل هالدولة هاي اللي القوية وفيها فهم وفهمني والآخر نشغ هذين يفهموا لماذا خرجوا في أكتوبر ليتظاهروا. يا أخي العزيز، خرجوا في أكتوبر ليتظاهروا لأنهم اعتقدوا بأنفسهم بأنهم مواطنين في دولة ويحملوا هوية لون زرقاء تخولهم الحق الديمقراطي في دولة ديمقراطية أنهم يخرجوا للشارع ويتظاهروا في قضية سياسية. فجاء رد الدولة الذي لم يفهم أن هنالك مواطن اسمه مواطن عربي، في عدو اسمه عربي، وقام بإطلاق النار عليهم، ولم يحصل تغيير من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. كيف لم يحصل تغيير؟ مثل ما ذكرت في البداية، يعني وزير الشرطة الذي يجب أن يقدم النموذج كيف يتعامل في القضية الأمنية مع الجماهير كجماهير في داخل الدولة، عرب ويهود وأشكناز وشرقيين والآخرين، في النهاية هو يتهمنا كعرب، كمجموعة عربي، كمجاميع جماهيرية عربية، أنه أنتوا يا عمي إرهابيين. ليه إرهابي يا أخي؟ أنا إرهابي فيه؟ لأنه بقول لك أنت لا تفهم ما معنى الديمقراطية. نعم، أنت يا لنداو لا تفهم ما معنى الديمقراطية، أنت يا لنداو كوزير لا تفهم ما معنى المواطني، أنت يا لنداو يجب أن تذهب إلى الجامعة تدرس من الألف إلى الياء معنى كلمة مواطني، لأنك لا تستحق أن تكون وزير في هذه الدولة التي تسمى بنفسها ديمقراطية. إذا كانت دولتك ديمقراطية حقيقية يجب أن تعيد الكل البناء من أول إلى آخر. أبو خالد، هل تعلمت القيادات الدروس والعبر من مواجهات أكتوبر؟ مواجهات أكتوبر كانت ترجمة لنتيجة لسياسي سبقت هذه الأحداث، وهذه الأحداث لم تتغير. وأوافق الدكتور في حديثه، ولكن بشكل عكسي تماما. السلطة على وعي بما تعمل وعلى إدراك تام، ورئيس الحكومة وحكومته يعمل ضمن استراتيجية يجب تغييرها. هذه العقيدة وهذه النظرة، والمواطن العربي، هذا الخطر الديموغرافي وهذا الخطر الأمني، هذه السياسة يجب أن تتغير، وترتيبنا في سلم الأفضليات على جدول أعمال حكومات إسرائيل يجب أن يتم تعديله بناء على ما مر خلال 52 عاما. السياسة ليست بجديدة، والحكومة على اطلاع وعلم بما تعمله، ولكنها تقصد، لأنها هذه الاستراتيجية والتي ستكون عواقبها وخيمة على الشعبين العربي واليهودي في هذه البلاد. سيدي جميلة، قضية المشاركة اليهودية أثارت جدلا ونقاش داخل المتابعة وما زالت تثير الخلاف. لماذا يجب أن يشارك حسب رأيك المواطنون اليهود في إحياء هذه الذكرى؟ لماذا يجب أو لماذا لا يجب؟ لماذا يجب؟ طبعا أنا بالنسبة إلي ما في أي مانع أنه يشاركوا طبعا كمواطنين،